نعم، القلم ليس بأول المخلوقات، أول المخلوقات بالنسبة لما نشاهد، وأول المخلوقات هو العرش. قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. خلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. مفهوم؟ إذن القلم خلق قبل هذه المشهود المخلوقات التي نشاهدها، السماوات والأرض. نعم.